السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم عبارة عن طورتة كلاصي، مكونات اللي هما سهلين والطريقة التحضير اللي هي سهلة راقية في الشكل ديالها ولذيذة في المذاق ديالها. كما عودتكم ديما بالأشياء السهلين والبساط، كنحضروا الأشياء اللي هما لذادين في المذاق وراقيين في الشكل ديالهم، نقدموهم هكا لوليداتنا أو للضيوف اللي مالا. ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم بدون قد واحد الجينواز، بدون ما نعملوا دقيق ولا بيسكوي. بقاو معايا تكتشفوا المكونات وطريقه التحضير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش توصلوا ليا الاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم على بركه الله. مو بالنسبه للمكونات، نحتاجوا بعض البيضات، 230 غرام من النشا، كاس سكر حبيبه، جوج معالق من الزيت، قبيصه ديال الملحه، ساشي خميره الحلويات، جوج اكياس من الفاني. انتما كتلاحظوا معايا في الاول كناخذوا بول، انا ضفت فيه قبيصه ديال الملحه مع اضافه طبعا حبات من البيض. بالنسبه للبيض دعوا انه يكون بحاره المطبخ مع اضافه جوج اكياس من من الفاني، كاس سكر حبيبات. كنطربوا المكونات جيدا حتى يضاعف لينا الحجم ديالهم ويصبح لينا اللون ديالو ابيض. انتما كتلاحظوا معايا القوام اللي حصلت عليه. من بعد ما حصلت على هذا الشكل القوام ثقيل، كنضيفوا جوج معالق مملوئين جيدا من الزيت، فهاد الاثناء كنحيدوا الخلاط الكهربائي وكنستنى ناخذوا صفايه. كنغابلوا كاس الاول ديال النشا، كما قلت لكم البنات ضروري ان النشا توزنوها. انا هنا الوزن ديال النشا 230 غرام. انا كنغابل الكاس الاول ديال النشا مع ساشي خميره الحلويات، وكناخذوا خلاط اليدوي كنهزوا هذا الخليط من الاسفل للاعلى. ضروري انكم تستعملوا هذه الطريقه باش القوام ديال البيض ما يتهز ليناش ويتفسد لينا الجينواز. من بعد ما دخلت الكميه الاولى ديال النشا، كنضيف الكميه الثانيه كنغابلها حتى هي بنفس الطريقه، وكنستمر في التحرك من الاسفل للاعلى. انتما كتلاحظوا معايا بسهوله كندخلوا الكميه ديال النشا، وصدقوني البنات هذا الجينواز كيجي خفيف وكيجي اسفنجي وكيجي رطب بزاف. فهاد الاثناء كناخذوا المول اللي كاود ايناف اللي كندخلوا للفران، كنفاشوا فيه الورق ديال الطبخ وكندهنوا بشويه ديال الزبده، وكنصبوا في هذا الخليط كما كتلاحظوا معايا ديال الجينواز، كندخلوا للفران حتى يطيب. بالنسبه للعافيه تكون مهيله حتى يطيب جيدا ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. دابا في هاد الاثناء ندوزو نحضروا الكيمه اللي غنحشيو بها الجينواز. بالنسبه للكيمه نحتاجو 500 غرام من الكيمه سائله، ساشي فاني. كنطابو هاد المكونات جيدا حتى يضاعف ليا الحجم ديال هاد الكيمه. انتما كتلاحظوا معايا من بعد ما ضاعف ليا الحجم ديال الكيمه كندوزو. بالنسبه للجينواز هو طيب، انتما كتلاحظوا معايا كيجي اسفنجي كيجي رطب بزاف. انا خدمت به مباشره هو باقي سخون، خليوا البنات الجينواز حتى يبرد عاد خدموا به. فهاد الاثناء كنطاسيه من الجوانب، انا نقسمه على نصفين، نتوما ممكن تقسموا على ثلاثه. كناخذوا خيط وكنقطعوه بهذا الشكل بالخيط. انتوما كتلاحظوا معايا البنات انا تحذف ليا الفيديو اللي كنت صحاب لي بلي انني كنصور، ولكن ما تصورش ليا فاش قطعت الجينواز. انا قسمته على نصفين، وفي الاول ضفت النصف ديال الجينواز، سقيتو بالحامض نصف كاس من السكر حبيبات ونصف كاس من الماء ونصف حامضه، ضفتهم فوقنا مده 10 دقائق وسقيت بهم الجينواز. ضفت عليهم نصف كميه ديال الكريمه، انتما كتلاحظوا معايا ضروري اننا نستوي نصف كميه ديال الكريمه، وكنحطوا عليها النصف الثاني ديال الجينواز وكنسقيوه جيدا بالسيرو. انتما كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه، وكنعطاها مرة اخرى لان تحذف ليا الاول ديال الفيديو فاش كنت كنقطع الجينواز. من بعد ما كنسقي جيدا بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، كنضيفوا كمية الثانيه ديال الكريمه. انتما كتلاحظوا كنستويو هذه الكميه الثانيه ديال الكريمه، كنحاولوا اننا نحيدوا الاطار باش نهبطوا الكريمه مع الجوانب. طريقه سهله وبسيطه اننا نبقاو نستويو هذه الكريمه كما كتلاحظوا معايا هكا من الاعلى، وكنبقاو نهبطوها مع الجوانب. نتوما كتلاحظوا معايا بالنسبه للكميه ديال الكريمه اللي كتكون زائده من الفوق
كنحاولوا اننا نحيدوها. انتوما كتلاحظوا بالنسبه للجوانب الكميه ديال الكيمه اللي ربطناها في الجوانب، كنحاولوا اننا نستويوها بهذا الشكل. من بعد ما استويت الكيمه ديالي كلها من الجوانب ومن الاعلى كما كتلاحظوا معايا، في هذا الاثناء كناخذوا بوش كنعملوا فيه شويه ديال الكيمه. هذه الكميه ديال الكيمه اللي سبقت ليا عملت به ويضات هكا من الجوانب. بالنسبه للجوانب كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وبالنسبه للشكل اللي كتفضلوا اعملوا في الجوانب. انا هكا عملت ويضات صغار. في هذا الاثناء كندوزو نحضوا الكلاصاج. نحتاجوا 2 كؤوس من الماء، 2 معالق من السكر حبيبات، ساشي فلو كراميل. كناخدو كاسرونه كنضيفو فيها 2 كؤوس من الماء، 2 معالق سكر حبيبات، وصاشي ديال فلو كراميل. انتوما كتلاحظو معايا كنخويو هاد فلو كراميل وكنحاولو كناخدو خلاط يدوي كنخلطوه جيدا حتى ندوبو هاد الحبيبات ديال فلو. في هاد الاثناء كنحطوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى يغلي ويعاود يغلي، عاد نطفيو عليه النار. انتم ما كتلاحظوا معايا من بعد ما غلى ليا الخليط عاود غلى باش يتبدل ليا اللون ديال الكراميل اللي عطيني هذا اللون اللي كتشوفوا معايا في الصوره. في هذا الاثناء كنحيدو من فوق النار، كناخذوا زليفه كنصبوا في هذا الخليط ونخليوه حتى يبعد تماما، ما تكبوش فوق الكيمه وهو سخون. الا كبيتو الكلاصاج فوق الكيمه وهو سخون عاد تفش لينا الكيمه وما يبقاش لينا الشكل ديال الكيمه زوين. انتم كتلاحظوا معايا من بعد ما تاكدت بلي ان هذا الكلاصاج باد تماما، كنجيبو الطورطة ديالنا من التلاجة وكنصب عليها هاد الكلاصاج. من بعد ما صبيت الكمية كلها ديال الكلاصاج فوق الطورطة، في هاد الأثناء نوريكم الشكل اللي عملت هاكا من الجوانب. خديت ورق ديال الطبخ مع شوية ديال الشوكولاتة دوبتوه في حمام مائي، كنعمل هاكا دويوات. ممكن تعملو أي شكل كتفضلوه. انتوما كتلاحظوا معايا كنخليه واحد شويه عام ما بين كيقبط راسو، ما تخليوش البنات حتى يجمد. الا خليتو حتى يجمد ما يتلصق ليكمش في الجوانب، خليوه مباشره كيبقى يقبط فاسو. كنلصقوه هكا بالجوانب بهذه الطريقه. انتوما كتلاحظوا معايا طريقه سهله. في هذا الاثناء كنجر هذا الورق بكل سهوله، كيتحيد لينا هذا الورق من الجوانب. انتوما كتلاحظوا معايا انا ندور لي هاد الشوكولات كله من الجوانب ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. من بعد ما دورت لي الشوكولات كله من الجوانب كناخذوا حبيبات ديال الشوكولاته، انا كنحطهم في الرؤوس ديال هاد الويضات اللي عملت. عملت هكا السيكار اللي بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورته ديالنا من بعد ما دخلتها الثلاجه. خليتها من الاقل البنات انكم تخليوها ساعتين حتى 3 سوايع، وممكن انكم تعملوها هكا بالليل وتخليوها ليله كامله باش تزيد تعطينا المذاق والشكل ديالها كيكون جميل. انا مباشره انني قدمتها هكا ساليتها والكلاصاج باد، قدمتها لكم هكا باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كما كتلاحظوا معايا الشكل ديالها كيجي رائع، وبالنسبه للكلاصاج كيجي لامع. وبالنسبه للكلاصاج البنات بالمكونات اللي هما بساطين كيجي لامع هكا وكيكون قابط فاسو. انتم كتلاحظوا معايا الشكل ديالها كتجي لذيذه والجينواز كيجي خفيف بزاف. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبكم المحتوى ديالو من طبيعه الحال ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس ودعمونا بلايك باش هكا ديما توصلوا بالجديد. خليتكم على خير، الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.